يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا، كل التحيه لكل الاهلاويه في ذكرى الحقيقه يوم غالي قوي على قلوبنا، تاريخ 27 نوفمبر، واحد من التواريخ اللي مش هينساها ابدا جماهير النادي الاهلي. اربع ارقام برضو مش ممكن ننساهم، 85 45 كانت اللحظه الحاسمه، مش قصه تتويج ببطوله ولقب غالي، هو اللقب المفضل بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، لقب دوري الابطال، لكنها بيتهيألي يعني كانت لحظة فاصلة، لحظة أكد فيها النادي الأهلي أنه ملك ملوك القارة، وأنه قارة أفريقيا كلها مش بس مصر، ما يصلحش أن احنا نطلق عليها قصة القطبين، في أفريقيا وفي مصر قطب أوحد هو النادي الأهلي وكل الفرق مع كامل الاحترام والتقدير مجرد منافسين. هي اللحظة اللي خلدت فيها أو خلت فيها نجوم النادي الأهلي تاريخ عظيم، لحظة لن تنسى، النجمة التاسعة بالنسبة للأهلاوية، لقب في حتة تانية، ويمكن يكون أعظم إنجازات بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي واللي كتب اسمه وسجل اسمه فيها بحروف من نور. هل بس عشان كان المنافس في البطولة دي أو في اللقب ده نادي الزمالك؟ ممكن ده يكون جزء من السبب الرئيسي أو من الأسباب الرئيسية. هل كانت النجمة التاسعة في حد ذاتها بعد غياب لفترة طويلة مهمة بالنسبة للجماهير؟ بالتأكيد برضو ممكن يكون جزء من الأسباب الرئيسية. هل فكرة أنك أنت تأكد على جدارتك وعلى تصدرك لأهم بطولة في بطولات الأفريقية برضو ممكن يكون جزء من السبب الحقيقي؟ ويمكن بفتكر لما برجع فلاش باك مع تجاوز الأهلي للوداد ذهابا وإيابا في الدور قبل النهائي، كان في الوقت ده الزمالك بيواجه الرجاء المغربي، كان دويتوهين مصري مغربي، سباق مصري مغربي في الدور قبل النهائي، واحدة من المرات القليلة جدا جدا اللي تمنيت فيها فوز الزمالك وتخطيه لعقبة الرجاء عشان يواجه النادي الأهلي في لقب وعلى لقب ونهائي سمي في الوقت ده بنهائي القرن، وقد كان. من بعد البطولة دي نقطة ومن أول السطر، من بعد البطولة دي كل اللي قبلها في حتة واللي بعدها في حتة تانية خالص، عشان بعد البطولة دي وبعد اللقب وبعد النجمة التاسعة خلص كل الكلام، وأصبح الحقيقة جماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي في حتة تانية خالص، تأكيد على أنه الأهلي في الألفية الجديدة هو سيد القارة بدون منازع. عشان كده التاسعة بتوقيت الأهلي كان اللقب الأغلى على قلوب الأهلوية. أنا لازم الحقيقة أشكر عصام الشوالي، لأن يعني ما شفتش معلق على مباراة كرة قدم اتوفق في اختيار تعبير يوصف به حالة مش بس مواجهة، مش بس مباراة، مش بس نهائي أفريقيا، زي تعبير القاضية ممكن زي عصام الشوالي الحقيقة، لأنه التعبير ده ما كانش بس مرتبط بمواجهة مدتها 90 دقيقة على استاد القاهرة في نهائي القرن زي ما أطلقوا عليه، أو بين ديربي مصر وديربي أفريقيا الأهلي والزمالك اللي كانوا في يوم من الايام قطبي الكره المصريه، لكنه الحقيقه كان قاضيه لمرحله طويله جدا من التنافس والمنافسه بين الاهلي والزمالك. كنا بنتكلم انه في الدقيقه 85 و44 ثانيه 8 نجمات بس فقط لا غير على قميص النادي الاهلي، النهارده اصبحوا 11 وان شاء الله ال 12 في الطريق. عندنا كلام كتير، خلينا نبص على اللي جاي، وعندنا مباراة مهمة جدا قدام سموحة بكرة، عندنا كمان تشامبيونز ليج افريقي في بداياته الحقيقة حمل لينا عدد كبير من المفاجآت، ويبدو ان النسخة دي من دوري ابطال افريقيا هتكون نارية. النهارده هنركز مع حضراتكم على مقدمات دور المجموعات في المجموعات الأربعة اللي شهدت الحقيقة مفاجآت غريبة جدا، منها طبعا الوداد بطل النسخة قبل الأخيرة وصيف النسخة الأخيرة اللي تعثر فين؟ في كازابلانكا على ملعبه في وسط جمهوره أمام جالاكسي وخسر المباراة بنتيجة 1-0، سيمبا تراجع، الهلال السوداني تراجع، عدد من الفرق الحقيقة اللي ظهرت وقدمت مستويات كويسة جدا وكانت مفاجأة. هنبص مع حضراتكم النهاردة على ترتيب المجموعات ونشوف إيه المفاجآت اللي حصلت في الجولة الأولى. مباراة سموحة بالتأكيد مهمة جدا بكرة، وخصوصا ان في اسئله كتير محتاجين نفكر فيها ونجاوب عليها. اهم سؤال بيفكر فيه جماهير النادي الاهلي النهارده، مين هيقود هجوم الاهلي بكره
في غياب كهربا نتيجة طبعا عقوبة الإيقاف، وفي غياب مودست اللي تأكد غيابه للإصابة. كلام النهاردة على بيرسي تاو اللي كان مرشح أنه يلعب الدور ده أو يقوم بالدور ده في مباراة بكرة، لكن يبدو أنه في الأمور أمور. هنتعرف من خلال تدربة النهاردة على قصة بيرسي تاو، هل هو فعلا بيعاني من إصابة حتى لو كانت خفيفة ممكن تمنعه عن المشاركة، ولا ممكن يكون جاهز لقيادة هجوم الأهلي بكرة. وبالتأكيد صلاح محسن واحد من الأوراق المهمة والبارزة، وخصوصا بعد تألقه في مباراة ميديام الأخيرة وتسجيله لهدف الفوز الثالث أو هدف الأهلي الثالث في المباراة اللي انتهت بفوز الأهلي 3-0. هنقرب من الدوري ونفتح ملف الدوري ونشوف الأهلي وسموحة أرقامهم إيه وترتيبهم إيه في البطولة قبل مواجهة بكرة إن شاء الله اللي هتكون على استاد المقاولين العرب، وهيكون لينا وقفة سريعة مش مطولة مع الشامبيونز ليج اللي بيعود بكرة مرة تانية للظهور. عندنا مواجهات مهمة جدا جدا بكرة، هنلقي نظرة كده على أخبار الشامبيونز ليج الأوروبي إيه، وهنتكلم على أهم المواجهات المنتظرة سواء المواجهات اللي هتتلعب بكرة أو المواجهات اللي هتتلعب يوم الأربعاء، وهيكون لينا قراية طبعا على أهم الأرقام في بطولة الشامبيونز ليج والفرق اللي بتنافس عليها في الموسم الحالي. خلينا بس كمان قبل ما نروح لتمرينة الأهلي ونطمن على التدريبة الأخيرة والرئيسية للنادي الأهلي النهاردة ونعرف موقف الغيابات ومين ممكن يكون جاهز بكرة للمشاركة. فاصل ونرجع لحضراتكم. طبعا النهاردة التمرينة الرئيسية والأخيرة للأهلي قبل مواجهة بكرة، بعدها يدخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سموحة. واحنا عانينا النهارده في الحلقة الحقيقة يعني هي عين على سموحة وعين على تنزانيا يانج افريكانز ان شاء الله مباراة السبت بشكل كبير. اعتقد يعني بكرة طبعا علميا كل شيء جايز، لكن عمليا لا احنا بعيد خالص. يعني الحقيقة الأهلي يغرد منفردا في صدارة الجدول الترتيب ولسه متبقي ليه مباراة، يعني لعب مباراة أقل من كل المنافسين أو الفرق القريبة منه. أرقام سموحة مش في أفضل حالاته، طبعا دي قصة ملهاش علاقة بمستوى المواجهة بكرة. أنا عارف أن كل الفرق اللي بنقابلها حتى اللي بتبقى بتنافس على الهبوط بتلعب ماتشات عمرها قدام النادي الأهلي، فدي قصة تانية. لكن في النهاية سموحة مش هو سموحة، مركز 12 في الترتيب، أرقامه في المسابقة مش أفضل ما يكون، وفي النهاية طبعا مباراة كمان هتكون فرصة ل أو بروفا ممكن يفكر فيها مارسيل كولر لمواجهة السبت إن شاء الله في تاني جولات دور المجموعات في دوري الأبطال قدام يانج أفريكانز التنزاني. خلينا نروح للنادي الأهلي وتحديدا زميلنا محمد توفيق جاهز معانا من أهل الجزيرة نطمن على التمرينة اللي بدأت من شوية ونطمن على أخبار الفريق ومين ممكن. المباراة بتاعت ميديام الحقيقة شهدت تألق عدد كبير جدا من النجوم في مقدمتهم، زي ما أنا اخترت واحد من نجوم المباراة طبعا كريم فؤاد ممكن جدا يكون بيشارك بكرة، صلاح محسن فرصه قوية جدا. خلينا نقرب أكتر من التمرينة ونعرف آخر الأخبار من الزميل محمد توفيق. محمد مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز أحمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي في كل مكان. يعني بعد جولة أو مواجهة ميديام مستر كولر قرر إنه مفيش وقت للراحة، وبالتالي كان تمرين امبارح وتمرين النهارده. عايز اعرف منك اخبار التمرين النهارده ومين شارك فيها ومين ممكن يكون بعيد عن الصوره في مواجهه سموحه بكره ان شاء الله. بالفعل يا احمد زي ما انت قلت مفيش رفاهيه الوقت ومفيش وقت عشان تاخد راحه على طول من بعد مباراه ميديام الغاني، تخش على طول بقى في الملف المحلي مباراه سموحه. كنت سمعت طبعا مقدمتك على الماتش، ولكن طبعا كل الحاجات انت بتقولها يا احمد دي بالعكس ده بتصعب المباراه بشكل كبير جدا. انت الناس كلها بتقابلك على انك البطل التاريخي للمسابقه وحامل اللقب، فكل الفرق حتى وان كانت اقل مستوى في المباراه الماضيه، ولكن طبعا عارفين كل الحوافز بتبقى قدام النادي الاهلي كبيره. كل اللاعبين وكل الانديه بتلعب قدام النادي الاهلي بصفته البطل، فاعتقد بيبقى مستوى كل الفرق مغاير امام النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله يكون التوفيق معانا والغلبه لينا، وباذن الله تكون اضافه 3 نقاط جديده ان شاء الله تؤكد مكانه النادي الاهلي وصدارته لبطوله الدوري العام. زي ما انت قلت مفيش وقت، على طول الجهاز الفني واصل التمرينات بدون راحه. التدريب كان بالامس طبعا كان تدريب للعناصر الاساسيه، كان مجرد تدريب استشفائي، باقي العناصر يعني تدربت التدريب بشكل كامل. النهارده كمان يا احمد يمكن كان في محاضره للجهاز الفني قبل المران مع اللاعبين، اتكلم فيها عن كل الجوانب الفنيه وفريق سموحه منافس النادي الاهلي في مباراه الغد ان شاء الله المقرر ليها 7 مساء على استاد المقاولون العرب. من بعدها على طول كان في كمان جلسه كده في ملعب التمرين، اتكلم مستر مارسيل كولر عن اهميه هذه المرحله وغلق الملف الافريقي تماما والتركيز فقط في مباراه الغد امام سموحه. كابتن خالد بيبو كمان كان ليه حديث مع اللاعبين، ويعني زي ما نقول كده حمسهم ويحفزهم لتحقيق نتيجه ايجابيه باذن الله، عشان من بعدها على طول بقى نغلق زي ما انت قلت احنا عين على سموحه وعين على كمان يانج افريكانز. ان شاء الله عينينا على سموحه
بس لحد بكره الساعه 9 باذن الله، ومن بعد 9 بكره ان شاء الله نبص على انجي افريكانز. يمكن التدريب النهارده يا احمد كان قوي جدا، على طول التدريبات بدنيه بشكل كبير جدا، شارك جميع بقى اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا المباراه الماضيه وكمان اللاعبين اللي ما لعبوش كله الحمد لله شارك في المرام بشكل اكثر من رائع. دلوقتي حالا وانا معاك على الهواء الجزء بقى الفني والتدريبات الفنيه، ومن بعدها ان شاء الله هتكون تقسيمه ما بين فريقين من اللاعبين، هيختتم بقى مستر مارسيل كولر تدريباته استعدادا لسموحه، ومن بعدها ان شاء الله الدخول في معسكر مغلق الليله بحث فنادق القاهره الجديده، وان شاء الله من بكره بقى على طول الاستعداد في فندق الاقامه على قدم وساق، حتى التحرك لملعب المباراه في تمام الخامسه يعني تاهبا ان شاء الله لبدء المباراه في تمام السابعه. ومعانا بقى دعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق واضافه ثلاث نقاط جديده ان شاء الله. ان شاء الله يمكن مباراه ميدياما شهدت عوده بعض الاسماء للمشاركه، بل مش بس المشاركه والتالق كمان، منهم يمكن ابرزهم كريم فؤاد. خلينا اسالك على حاله الاوراق اللي ممكن نكون محتاجينها، مش بس الماتش سموحه ويانج افريكانز، لكن مشوار صعب في خلال ال 30 يوم اللي جايين بما فيهم طبعا مشاركه الاهلي في كاس العالم. اطمن منك على الدماء الجديده اللي ممكن تشهد مباراه سموحه عودتها مره ثانيه، عمرو السوليه، محمود متولي، يمكن شفت متولي بيتمرن من شويه او ظهر معانا على الشاشه، اكرم توفيق، كريم ندفد، علي معلول. يبقى حابب اطمنك في البدايه احمد على الفريق بشكل عام، الحمد لله حاله الفريق ككل اكثر من رائعه، سواء البدنيه او الفنيه او كمان الناحيه النفسيه والاصرار والعزيمه على تحقيق نتيجه ايجابيه زي ما قلت لك قبل العوده مره اخرى للملف الافريقي. بطمنك على عمرو السوليه، يمكن عمرو السوليه تقريبا بقاله اربع او خمس تمرينات مع الفريق بيقدم شكل اكثر من رائع وموجود في التدريبات الجماعيه، كمان علي معلول دخل التدريبات الجماعيه، ولكن طبعا مشاركته هو عمرو السوليه من عدمها دي طبعا قرار اصيل للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر بالتفاهم والتعاون مع دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي. محمود متولي النهارده يمكن اكتفى بس ببعض التدريبات التاهيليه كده، يمكن كان في اجهاد الفتره اللي فاتت او اشتكى شكوى بسيطه كده، فالجهاز الفني فضل ان هو يجري بعض الفقرات كده من التدريب بشكل منفرد. باقي اللاعبين الدنيا ماشيه بشكل اكثر من رائع كويسه جدا. كمان بطمنك على انتوني موديس، يمكن اتكلمت مع دكتور احمد جاب الله فطمنا عليه بشكل كبير جدا، قريبا ان شاء الله هيكون في التدريبات الجماعيه، هو في مرحله التاهيل. كمان كريستو بيخوض بعض التدريبات التاهيليه والاستشفائيه، يمكن طبعا اللي بعيد قوي على الفتره دي عن التدريبات، يمكن ان شاء الله على منتصف فبراير يكون موجود مع باقي الزملاء هو رضا سليم، باستثناء كده كل اللاعبين قريبين الحمد لله من المشاركه في التدريبات الجماعيه ومن ثم كمان مشاركتهم في المباريات الرسميه. الحمد لله كل الامور طيبه، يمكن بس هنفتقد طبعا بكره لجهود محمود عبد المنعم كهربا الموقوف محليا، ويمكن مودست لسه ممكن يكون بعد كده موجود في المباريات. باستثناء كده الحمد لله كل الفريق حالته زي ما قلت لك فنيا بدنيا معنويا والتركيز في المباراه اكثر من رائعه، يتبقى فقط بس توفيق ربنا ودعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله اداء مباراه كبيره تحقيق ثلاث نقاط ان شاء الله. ومن ثم ان شاء الله زي ما انت قلت يا احمد نبص بقى الملف الافريقي ومباراه يانج افريكان. طيب معلش انا بس عايز اسمع منك او تعدي تاني الجزئيه الخاصه برضا سليم والمعلومات المتوفره عن حاله رضا ومدى امكانيه انه يكون بيشارك مع او جاهز للمشاركه مع النادي الاهلي مره ثانيه. بطمنك على رضا سليم، يمكن الاصابه طبعا كلنا عارفينها واتكلمنا فيها واجرى عمليه جراحيه الحمد لله يعني بنسبه نجاح 100%. يمكن كمان دكتور احمد جاب الله على طول تقريبا بنتكلم تقريبا شبه اسبوعيا بيتم اجراء اشعاعات على دراع رضا سليم، الحمد لله كل الاشعاعات والنتائج لحد دلوقتي اكثر من رائعه، الحمد لله بيستجيب للعلاج، الامور كلها مطمئنه ان شاء الله، بس هو زي ما قلنا مساله وقت بعد ما يخلص البرنامج التاهيلي والعلاجي هيبقى بعد كده في كمان تدريبات استشفائيه ومن ثم هيخش واحده واحده في التدريبات كده. احنا يمكن الموضوع مشابه جدا لاصابه خالد عبد الفتاح، فيمكن احنا كمان بقينا متمارسين في نفس الاصابه، عرفنا البرنامج او التسلسل الطبيعي لمشاركته بعد البرنامج التاهيلي والعلاجي، بعد كده بيخش في مرحله من التدريبات الفرديه ومن ثم التدريبات الجماعيه، بيبقى بس اخر مرحله بعد الاطمئنان بشكل كامل من خلال الاشعاعات والتقارير الطبيه بيكون مشاركته في المباريات. ولكن زي ما كان دكتور احمد يعني ذكر من اول الاصابه واللي ماشيين بمعدلات كويسه جدا في البرنامج العلاجي، ان شاء الله على منتصف نوفمبر يعني بعد العوده ان شاء الله من كاس الامم الافريقيه مره اخرى يكون رضا سليم موجود مع الفريق، وباذن الله يكون دعامه مهمه جدا من الدعامه الاساسيه فريق النادي الاهلي رب العالمين ان شاء الله باذن الله. يعني خساره الحقيقه، كان نفسنا وكنا نتمنى الحقيقه ان رضا يلحق يشارك قبل كاس العالم، وجوده كان هيكون واحد من الاوراق المهمه، لكن الموجودين يقدروا يسدوا ويقوموا بنفس الدور، وخصوصا ان هم اصحاب خبرات كبيره في المشاركه في مونديال الانديه في كاس العالم. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق، دي كانت اخبار تمرينه الاهلي النهارده. اما اهم الاخبار اللي معانا في السادسه فهنشوفها ونتابعها مع حضراتكم في الاهلي نيوز روم.
طيب طبعا انا اتكلمت شويه على النتائج اللي تعتبر من وجهه نظري مفاجاه في بطوله دوري الابطال. نسخه دوري الابطال السنه دي نسخه اعتقد انها الاقوى لو قارنتها بالسنوات الاخيره. النتائج اللي حصلت في الجوله الاولى بتقول كده. حتى فريق ميديانا حديث العهد، وده يبين لك حجم وقوه البطوله، بنتكلم على فرق كبيره جدا خسرت. الوداد المغربي خسر على ملعبه، النجم الساحلي خسر، الهلال السوداني خسر، سيمبا التنزاني خسر. فبالتالي شكل المنافسة وشكل المجموعات طبعا لسه بدري، عندك لسه 5 جولات تانية، لكن في النهاية ده يؤكد لك أن البطولة هتكون فيها مستوى المنافسة قوي جدا وعالي جدا. عندنا في مجموعتنا طبعا الأهلي شباب لوزداد هم الفرقتين اللي كسبوا أول مواجهة ليهم، وبالتالي المنافسة إلى حد كبير توقعاتي يعني هتكون بين الأهلي وشباب لوزداد. كل مجموعة طبعا بيطلع منها فرقتين. خليني أخذ حضراتكم لأخبار الأهلي. طبعا احنا تابعنا أخبار التمرين والاستعداد لمباراة سموحة، لكن أنا حابب أقف مع الكلام كتير اللي اتقال على بيرسي تاو. طبعا بكره مشكله الاهلي في غياب انتوني مودست للاصابه، نتمنى انه يرجع بسرعه، لانه الحقيقه احنا برضو يعني او انا شخصيا كان في حساباتي واكيد طبعا حسابات مستر مارسيل كولر فكره ان تجهز مودست، وخصوصا ان كل الاخبار اللي كانت جايه لنا في فتره التوقف انه الراجل شغال على نفسه بشكل كويس جدا، وزنه نزل بشكل واضح، اشتغل مع مجموعه من المتخصصين اللي هو كان شغال معاهم لما كان بيلعب في اوروبا، وبالتالي عنده رغبه انه يرجع بسرعه، مع الاعتبار او اخذ في الاعتبار انه يعني في دفعه معنويه، جون في الثاني ابتدى يجي، ابتدينا نحس انه ليه لمسات مهاجم حقيقي مميز، وبالتالي كان نفسنا ياخد الماتشات دي عشان يبقى جاهز لمنافسات كاس العالم. كهربا هيغيب، دي اخر مباراه ليه عقوبة الإيقاف لمدة 6 ماتشات، ماتش سموحة بكرة هو المباراة السادسة، وبعد كده يرجع مرة تانية. صلاح أعتقد إنه ممكن بكرة جدا يبدأ أساسي، صلاح محسن، وخصوصا إنه الجون اللي جابه في ماتش ميدياما يعني فتح نفسه، ونتمنى إنه صلاح يعبر عن إمكانياته بقى في الفرص اللي هتتاح ليه الموسم ده. زعلوك أنا شخصيا براهن عليه بشكل كبير جدا، وأتمنى إنه حتى لو في كل مباراة ياخد 10 دقايق ربع ساعة، ممكن جدا. الولد ده مبشر جدا جدا جدا، وكورته حلوه، مهاجم صندوق، تتمنى او تحب ان تشوف الكواليتي دي موجوده في النادي الاهلي. ينقصه طبعا الخبرات، بس مش هتيجي الا دايما بالمشاركه، فاتمنى انه حتى محليا، ممكن تحتاجه افريقيا بعد كده، لكن محليا اتمنى انه زعلوك بالذات في الماتشات اللي الاهلي ممكن يحسمها بدري بدري ياخد مساحه مشاركه. ايه قصه بيرسي تاو؟ بيرسي تاو ما شاركش في تمرين امبارح، والكلام تقريبا النهارده في السوشيال ميديا كلها وفي معظم يعني وسائل الاعلام المسموعه والمرئيه كلام على خلاف دب بين بيرسي تاو، او خناقه يعني في ناس وصفتها بالخناقه تمت بين بيرسي تاو وبين مارسيل كولر. الموضوع ابسط من كده بمراحل، وبيرسي تاو من اللعيبه اللي بيثق فيها جدا مارسيل كولر، والثقه دي بتترجم في مشاركته أساسية في الموسم ده وفي الموسم الاخير. وتالق بيرسي تاو، خلينا نبقى واضحين ونحطها كده او نجيبها من الاخر، تالق بيرسي تاو وظهوره بمستواه الحقيقي ما ظهرش غير مع مارسيل كولر. يعني قولا واحدا، بيرسي تاو في اول مواسم ليه ما كانش مقنع بالدرجه الكافيه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، وخليني اقول كمان وفي اصوات كتيره جدا كانت بتطالب برحيل بيرسي تاو، لكن السيزون اللي فات بيرسي تاو كان واحد من اكثر لعيبه النادي الاهلي تميزا، وواحد من اهم اسباب تتويج الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا كان بيرسي تاو. كان واحد من اللعيبه المميزه جدا بالارقام وبالمستوى وبالاداء. بالتالي نجاح بيرسي تاو مع كولر بيأكد على ثقه السويسري فيه. طيب ايه القصه؟ قصه ان الراجل تعرض لكدمه في رجله، وبالتالي فضل الجهاز الفني ان هو يريحه، ومفترض النهارده انه هيخضع لكشف طبي، وبالتاكيد انا رهاني مش على ماتش بكره، انا رهاني على مباراه السبت اللي جاي في تنزانيا قدام يانج افريكانز. بالتاكيد توقعاتي دي مش معلومه، توقعاتي انه الراجل هيغيب، مش هيغامر ببيرسي تاو بكره حتى لو الكشف الطبي اكد على سلامته، واعتقد انه مش هيجازف بيه في مباراه سموحه بكره. وبالتالي كريم فؤاد قدم مباراه هايله هايله الحقيقه قدام ميدياما، واعتقد انه هو اللي هيقود الهجوم الاهلي في الجبهه اليمنى بكره مع صلاح محسن، وتوقعاتي انه الشحات. اتمنى كمان الحقيقه ان الماتشات دي ماتشات الدوري، خد بالك انت عندك ماتشين في الدوري ومن بعدهم او معاهم في نفس الوقت بالتزامن ماتشين في دور المجموعات في دوري الابطال، بعدها عندك بطوله كاس عالم، بعدها عندك بطوله كاس النخبه اللي هتتلعب ان شاء الله في الامارات، الاهلي وبيراميدز وفيوتشر و سيراميكا.
وبالتالي عندك مجموعة سفريات كتيرة جدا، 4 سفريات في الشهر اللي جاي ده، في 30 يوم من النهاردة عندك 4 رحلات للخارج، منهم مشاركات على مستويات عالية جدا، سواء كنت بتتكلم إن شاء الله لو ربنا أكرمنا في بطولة كأس العالم وقدرنا نروح لبعيد، هيبقى عندك 3 ماتشات على مستوى عالي جدا من القوة والتنافس، وعندك مباراتين شباب لوزداد ويانج أفريكانز، مباراتين في منتهى القوة. فالفترة اللي جاية محتاجة كل أوراق الفريق، المميز منها والغير مميز، القريب منها والبعيد. عشان كده بتمنى أنه مستر كولر يدي فرصة أو مساحة مشاركة للأسماء اللي كانت غايبة عشان تكون جاهزة، ومنهم الحقيقة عبد القادر اللي بشوفه واحدة من الأوراق اللي ممكن تكون مفيدة جدا وفعالة جدا في ماتشات كأس العالم. أتمنى أشوف عبد القادر في مباراة بكرة مع سموح. طيب دي قصة بيرسي تاو. بعد المباراة في وفد من الأهلي طبعا كابتن خالد بيبو وكابتن سمير عدلي هيغادروا مباشرة لتنزانيا عشان يبتدوا يحضروا لماتش السبت إن شاء الله. هيختاروا بقى الملاعب الخاصة بتدريبات الأهلي، فندق الإقامة، كل ما يتعلق بسفرية الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز هتكون طبعا على قائمة أولوياتهم. البعثة اللي طبعا هيترأسها محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، زي ما قلت لحضراتكم امبارح، كل التوفيق للأهلي في مواجهة يانج أفريكانز الجريح. يزيد من صعوبة المباراة مش بس إنها في تنزانيا على أرضه وملعبه وسط جمهوره، يزيد كمان خسارته القاسية اللي تعرض ليها في الجولة الأولى، وبالتالي ما عندوش بديل تاني، هي حياة أو مباراة حياة أو موت بالنسبة له. مواجهة الأهلي يوم السبت حياة أو موت، لأن خسارته تبعده بشكل كبير جدا عن المشهد، لأنه خسر من شباب لوزداد بنتيجة 3-0. هقف أو ليه وقفة الحقيقة النهاردة مع كورييري ديلو سبورت، الصحيفة الإيطالية الأشهر طبعا، اللي اتكلمت وكتبت الحقيقة على تألق مصطفى محمد مع فريق نونت. كتبت كده تحت عنوان المصري الذي جعل نونت يحلم. طبعا تألق مصطفى محمد الكبير جدا اللي أشادت به كورييري ديلو سبورت الإيطالية، وقالت الحقيقة أنه الولد بمجرد ما ساب مصر وتوجه لتركيا ولعب في جراتا سراي كان مبشر جدا، وده اللي اجبر اداره نونت الفرنسي على التعاقد معاه بمبلغ 5 مليون دولار. صحيح هي اشارت في المقال بتاعها انه طبعا سفير الاول للكره المصريه في ملعب اوروبا هو محمد صلاح، لكن الاكيد انه جماهير الكره في مصر حط عينيها على مصطفى محمد وتالقه وتطور مستواه بشكل كبير جدا، اللي خلى مصطفى محمد تحت منظار عدد كبير جدا من الانديه في اوروبا. وتوقعت كورييري ديلو سبورت انه مسيرة مصطفى محمد هتبقى مستمرة في أوروبا، وتوقعت أيضا انتقاله للدوري الأكبر والدوري الأهم في أوروبا، وهو الدوري الإنجليزي في الموسم القادم. أنا الحقيقة يمكن بشوف الموسم ده هو أفضل مواسم مصطفى محمد، محقق أرقام أكتر من رائعة. مش بس الأرقام، بحكم كمان على مستوياته، على عقليته اللي بعتقد أنها اتطورت بشكل كبير جدا من ساعة لما خرج مصر، وتديله فرصه الحقيقه بانه يستمر ويكون صاحب تجربه مميزه جدا. ونتمنى الحقيقه انه يبقى عندنا زي صلاح وزيدان وهاني رمزي واحمد حسن ولاعيبه كتيره وحسام غالي، لعيبه كتيره جدا تالقت في اوروبا. مصر جديره بان يكون عندها عشرات المحترفين في اكبر الانديه في اوروبا. تبقى العقليه وتبقى اللغه هي العقبه الحقيقه، والعقبات الابرز امام اللاعبين المصريين. عايز تشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك جوه الملعب، واشتغل على نفسك بره الملعب. تعلم يعني ايه احتراف، واعرف يعني ايه حياه محترفين، وطور من ثقافتك وطور من لغاتك عشان تقدر تتعامل مع ثقافات مختلفه، وتقدر تنجح في عمليه التواصل اللي دايما بتكون واحده من اكبر العوائق امام كل اللعيبه اللي احترفت قبل كده او اللي هتحترف بعد كده. طيب هنتكلم بقى في الشامبيونز ليج الافريقي والشامبيونز ليج الاوروبي، وبالتاكيد مباراه سموحه حاضره معانا. اسمحوا لي بس اخد فاصل سريع، استقبل بعده حماده الشناوي ونادر شبانه ضيوفنا النهارده في السادسه، هيكونوا موجودين معانا بعد الفاصل. خليني ابدا معاكم بدوري ابطال افريقيا اللي على غير المتوقع الحقيقه البدايه كانت سخنه جدا، وتوضح ان النسخه دي هتكون فيها المنافسه والمفاجات وارده
وبقوه. ارحب بضيوفي بدايه حماده الشناوي ونادر شبانه، بيشرفونا النهارده في سادسه. شناوي مساء الخير. ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير، وان شاء الله النهارده حلقه تكون جامده ان شاء الله باذن الله. نادر مساء الخير. مساء الخير يا ابو حميد، ان شاء الله تكون حلقه خفيفه على الناس. دايما يعني بسعد بالترول معاك مع الشناوي. كنتوا معانا في ما قبل مباراه الاهلي وميدياما، فاخد انطباعات، اتكلمنا وقربنا من الفريق بشكل من الاشكال. انا بعتقد انه قدم مباراه كويسه جدا قدام نادي الاهلي مقارنه بامكانياته وتاريخه، ولكن الاهلي طبعا بخبراته قدر يحسم النتيجه بشكل كبير في الشوط الثاني. يعني احنا كنا توقعنا في الحلقه اللي فاتت ان ميدياما مش هيكون فريق سهل. صحيح هو فريق مش من الفرق اللي ليها باع كبير في افريقيا، ولكن يظل هو فرقه كبيره وعندها بعض اللعيبه وبعض الاسامي اللي عليها العين من كذا نادي في افريقيا. عندهم خاصه المهاجم بتاعهم لعيب كويس قوي، جوناثان ده لعيب كويس قوي، عاجبني بصراحه. دروب كنت بشبهه امبارح، قلت لهم بجد كنت شايفه في الملعب لما جابوا صورته، ملامحه قريب جدا وتكوينه كمان لعيب دولي غاني حقيقه. ولكن سير الماتش الاهلي قدر ان هو يتعامل بصراحه. الماتش كان كويس قوي، كان فيه فرص كتير. الاهلي راح ب 22 محاوله منهم 11 محاوله على المرمى، اعتقد ده رقم كبير جدا. قدرنا ان احنا نسجل 3 اهداف كمان، وكان في كورتين في العارضه بتاعه كهربا وبتاع امام عاشور. يعني الماتش كان ممكن يكون فيه اكتر من الاهداف اللي سجلناها. يمكن كمان الماتش ده مهم بالنسبه لي، مش بعيد عن النتيجه، لا هو مهم بالنسبه لي عشان فيه اكتر من لاعب بدا ان هو يرجع لمستواه. يمكن على سبيل الذكر مثلا بالنسبه لي اهم حاجه في الماتش هو مروان عطيه. مروان عطيه كان من اهم اللعيبه الموجوده في الاهلي الماتش ده، ويمكن كمان اتاخد من موقع سوفا سكور من التشكيل الاول او للبطوله عموما في الجوله الاولى لدوري ابطال افريقيا. هو الارتكاز الموجود في الفريق، ومروان لا عمل ماتش كويس جدا. والحاجه الثانيه اللي برضه لفتت انتباهي، يمكن هي مش معهوده ولكن بتنم قد ايه، ان ياسر ابراهيم عقليه كويسه جدا، عقليه محترفه جدا، متطور متطلب جدا ان هو يكون بشكل كويس. وان ياسر ابراهيم يكون عنده نسبه استحواذ 95%، نسبه تمرير صحيح 95%، ده رقم ما كانش بيحصل قبل كده من ياسر ابراهيم. وكمان عنده نسبه اللونج بول 6 من 6 بنسبة 100%، ده رقم كبير جدا. يمكن هو مش أكتر لاعب لعب كرات طولية، ولكن نسبة الدقة بتاعته عبد المنعم كان عامل 11. هنيجي للأرقام دلوقتي، بس خلينا ناخد الجولة بشكل عام وتعالى نشوف ونتابع مع نادر كده الترتيب. ليك تعليق على مباراة الأهلي والميدياما؟ ما مش هضيف كتير على الكلام اللي قاله الشناوي، بس عايز بس أضيف النبي كريم فؤاد. لسه كنت هشيل كريم فؤاد وكريم الدبيس الحقيقة. الاثنين قدموا مباراة كبيرة جدا. كريم فؤاد كالعادة يعني دائما وأبدا في كل مرة بيشارك فيها بيكون ليه بصمة. في كل مرة بيشارك فيها بيثبت قد إيه إن هو لعيب كبير وملهوش. بتعجبني على فكرة اللعيبة نادر اللي بتيجي من بعيد بالظبط غير ما تحس بيه. يعني في لعيب يبقى جاي راجع من بعيد ياخد ماتش واثنين وثلاثه لغايه لما يستعيد مستواه. دي حقيقة. كريم واكرم الاثنين يعني ربنا كرمهم في الحته دي. بالظبط. يعني تحس ان هم لما بيرجعوا كانهم ما كانوش غايبين او ما كانوش بعاد عن الفريق. دي حقيقه. وهضيف بس كمان لكريم الدبيس، لعيب في كل مباراه بيشارك فيها من وقت مباراه سيمبا اللي كانت في تنزانيا في بدايه بطوله السوبر ليج، وهو لعيب بيبهرني في كل مره بشخصيته، بيبهرني كل مره بامكانياته. لعيب ما بيخافش خالص فكره ان انت بتلعب دوري ابطال افريقيا لاول سنه مع الاهلي بشكل اساسي، بعد ما بتلعب ماتشات الدوري بشكل اساسي وقبلها بطوله السوبر ليج، ما تحسش بان هو ولد غر ولا في نفس الوقت هو لعيب لسه امكانياته لعيب صغير. لا صحيح. هو لعيب كبير وعنده يعني عارف كريم جدا. مبشر جدا. وانا يعني زي كتير من الجمهور، في لعيبه بتاخد ثقتك بسرعه. دي حقيقة. يعني وفي لعيبه ممكن تقعد موسم واثنين وثلاثه تبقى يعني رايك فيها مش قد كده، لكن كريم ديبيس خد الثقه بتاعت جماهير نادي الاهلي بسرعه. دي حقيقة. انا بس عايزه يعبر عن امكانياته. الولد عنده كوره. نفسي بس طبعا هو لسه يمكن سنه صغير بالزبط. شويه خوفه من 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 انه يغلط او انه ماتشات مهمه يكون يعني ما يظهرش فيها ضغط على شويه، لكن حاسس لو خد اريحيه ومستوى ثقته بنفسه عالي شويه فعلا هيعبر عن امكانياته. اعتقد في دقيقه واحده كده او في لحظه واحده اقول لك حاجه بمناسبه كريم واللي جنبه واللي حواليه. كريم الدبيس وامام وحسين او عبد القادر او اي جناح هيكون موجود في الفتره دي، هو للاسف ان الاثنين اللي قدامه هيحجموا كريم الدبيس بشكل كبير. ليه؟ لان ما ينفعش الثلاثه اللي عندك اللي بيلعبوا ناحيه الشمال كلهم يكونوا متطرفين.
دايما يكون في حد لازم يكون متريس بعض الشيء اللي هو حد مستني الكره الثانيه منه. دايما كريم ما بيزيدش كتير، يعني تلاحظ كريم ان دايما ما بيروحش عند الاند لاين، لا هو دايما بيستنى عند سن 18 كده عشان يعمل ايرل كروس. فهو لو عمل ايرل كروس بيرجع تاني يرتد، لان كريم ما ينفعش يكون في ظهر مساحات كبير، لان دي اكتر حاجه بتقلل ثقه الجمهور في الباك، في الباك عموما سواء اليمين او شمال. وجهه نظر. فالحته دي هي بتقلل من يعني شجاعه كريم فؤاد. تكتيك الاهلي او طريقه لعب الاهلي ووجود امام وحسين او عبد القادر في الحته دي ما يساعدوش انه يعبر عن، وعلى فكره هي مثبته رقميا يجازف هجوميا، يعني مثبته رقميا ان علي معلول السنه اللي فاتت كان اكتر لاعب لمس الكوره جوه ال 18. متخيل الباك بيلمس الكوره جوه ال 18. لو تيجي تتفرج النهارده على علي معلول مع حسين الشحات مع امام عاشور هتلاقي دايما ورا، دايما مستنيهم، دايما مستني رد الفعل اللي هيحصل، يعني مأمن. هو سيفتي اكتر. طيب نروح نقرا سريعا كده اخبار المجموعات او الترتيب ايه، وايه المفاجآت اللي حصلت. عن مفاجآت، في مفاجآت عيار تقيل. نروح لنادر كده ونشوف مجموعات دوري ابطال افريقيا. احنا طبعا في المجموعه الرابعه في مركز الصداره مع شباب لوزداد، لكن تعالوا نشوف كده بقيه ترتيب المجموعات ايه. يعني احنا جينا بصينا على مجموعه الاهلي بشكل عام، فكره ان التفوق نبدا بنفس الترتيب، نبدا بالمجموعه الاولى. اوكي تمام. طب هما بداوا بمجموعه الاهلي. يلا طيب زي الفل. رجعوا لكش كلمه هنا مسيطر يعني. هي القصه كلها في ان الفوز في اول مباراه دايما كان يمكن يكون غايب عننا في بقالنا سنتين ثلاثه، بسبب ان دايما البطوله بتكون اول جوله بتتاجل لينا بسبب مشاركتنا في كاس العالم للانديه. ففكره ان الجوله الاولى انك بتحقق فيها الانتصار مش هتضغطك زي ما كانت بتضغطك في الماتشات اللي فاتت، في السنين اللي فاتت. فريق شباب بلوزداد هو من قبل البطوله ما كانت تبدا ومعروف ان هو ويانج افريكان زي يكون هم اللي بينافسوا الاهلي على البطاقه الثانيه في التاهل من التاهل من المجموعه. واعتقد ان النتائج منطقيه في الجوله الاولى من سواء الاهلي او شباب لوزداد، وشباب لوزداد كسب، شباب لوزداد كسب جامد. طيب نروح للمجموعه اللي بعدها، دي المجموعه الرابعه طبعا. تمام. المجموعه الثالثه، المجموعه الثالثه نلاقي الترجي، بيترو اتلتيكو، وكمان الهلال. مجموعه صعبه وقريبه، يعني ما تقدرش تحس ان في فريق ضامن قوي تذكره التاهل. ممكن لغايه الجوله الأخيرة تلاقي الحسم في موضوع مين هيكمل ومين هيخرج في جولة قبل الأخيرة والأخيرة. دي حقيقة. بس كمان اللي نفع الترجي إن أول مباراة كانت قدام النجم الساحلي، يعني خلص من موضوع النجم الساحلي بدري. كمان بيكسبوا 2-0 على 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 النجم. كان في كلام على البنالتي الثاني بتاع في كلام بتاع كابتن محمد عادل. طبعا مش بنالتي خالص، مش بنالتي خالص. تمام كده برضه صراحة، يعني ما حسيتش إنها ضربة جزاء خالص. يعني أنا لقيت ضجة أثيرت بشكل كبير جدا على البنالتي شفتها. انا مش هقول طبعا رايي فيها ايه، لكن هي مش محتاجه يعني مش محتاجه، هي الحقيقه بتوصف نفسها يعني. طيب الترجي هنا فاز على النجم ب 2-0 والمواجهه الثانيه كانت بيترو اتلتيكو والهلال. بيترو كسب 1-0. بيترو اتلتيكو فريق برضه بتعرف تلعب مجموعات قوي، يعني بتعرف تلعب في دوري المجموعات بالاخص. يعني يمكن انا شرحت الحته دي معاك قبل كده، قلت ان الفرقه دايما اللي بيكون عندها هويه ايديولوجي يعني بتعرف تلعب في المجموعات اللي بتحصل فيها نقط، اللي هو دايما بيحافظ على الهويه والاسلوب بتاعه في الماتشات، فعشان كده بيعرف يجمع نقط بشكل كويس قوي. ولكن بتيجي برده في في في, في النوك اوت، في الادوار الاقصائيه، ما بتعرفش تلعب قوي في الحته دي. يمكن ممكن تلعب وتظهر بشكل كويس، ولكن ما تقدرش تدير الماتش بشكل كويس، ما تقدرش تحافظ على نفسها، فما عندهاش حته الصلابه. في فرق كده بتبقى صلبه، ما تعرفش تخسر، صعب انها تخسر. يمكن الوداد ما عندهاش الهويه بتاع بيترو اتلتيكو، بس الوداد صلبه رغم انه خسر، بس صلبه. لا ده الوداد اكبر مفاجاه. انا بالنسبه لي المفاجاه بتاعت الوداد دي يمكن انا كنت قلت لك في المجموعه بتاعتها، بس اتمنى بقى الاشقاء في الهلال السوداني هم بعاد عن الاهلي، يعني لاول مره من فتره طويله الهلال مش مع الاهلي في دور المجموعات، فنتمنى نشوفهم بيصعدوا يعني للادوار الاقصائيه. يعني انا اتمنى بصراحه، لان كل مجموعه اخر 4 سنين يعني كان بيبقى فيه صداع، يعني يا ريت صداع فني، يا ريت صداع من قوة اللعيبة وقوة الفنيات، على قد ما هو كان صداع خارج الملعب وبلا داعي. هم بعاد عن كبار افريقيا، يعني لو اعتبرت في السنوات الأخيرة بحكم وصول الأهلي والوداد للنهائي في أكثر، وسان داونز طبعا من أقوى فرق القارة، هم بعاد عن الثلاث فرق دول. فأعتقد لو لم يحققوا التأهل يبقى في مشكلة لنفسه. ما يلومش إلا نفسه بالظبط كده. طب نروح للمجموعة بي. الوداد
شناوي. الوداد. الوداد. انا عايز ملعبك عندك. انا اصلا في قصه حصل كده، كنت بتفرج على الماتش لايف. بقول للناس بس الاول نتيجه ال 1-0. بس انا قبل ال 1-0 في قصه مهمه، لان قبل الماتش ما يبدا في قصه. كانت فرقه جالاكسي اللي هي بتلعب الوداد على ارضها هناك في الوداد، كان اللعيبه بتروح تتجمع عند الكورنر، تتجمعوا وكان في حد بيقعد يروح رشش ميه كده على الارضيه. أيوة. عملوها عند الكورنر اليمين، عملوها عند الكورنر الشمال. اللي حصل جوه الماتش يعني طبعا الناس فاهمه اكيد ايه اللي حصل، يعني بيرشوا ميه اكيد سحر، ويعني اكيد احنا قالت للمدرب بعد المباراه المؤتمر الصحفي انتوا لجأتوا للسحر الاسود. هم لجأوا فعلا للسحر، ولكن اللي حصل في الماتش غريب جدا. اولا الوداد كانت نسبه استحواذها 80%. اعتقد 80% ده استحواذ بيقول ان فرقه جالاكسي يعني موجوده جوه 18 بس. او الحارس يعني ال 20% بتاع الاستحواذ دي جايه من الحارس اصلا. لما تشوف عدد الشوطات اللي راحت على حارس المرمى لدرجه ان هو متاخد فريق الاسبوع في من موقع سوفا سكور من كتر التصديات اللي عملها في الماتش. لما تيجي تتكلم ان فرقه الجالاكسي تشوط شوطين بس على المرمى يدخل منهم شوطه، الموضوع كان صعب جدا وفعلا كان يثير الضجه. يعني انت مصدق؟ لا انا مش مصدق. انا مش مصدق، بس عارف ايه، القصه غريبه عجيبه. والاغرب بالنسبه لي هو رد فعل للمدير الفني في المؤتمر الصحفي لما قال انتوا بتقللوا مننا، انتوا بتتهمونا بالسحر. من حضرتك انت كنت بتعمل ايه؟ القصه كانت واضحه جدا يعني الصراحه. كل افريقيا وما فيها وما وراء بحار افريقيا فعلا. طيب نروح لترتيب المجموعه. خلينا نشوف ترتيب مجموعه بي ما شفناش. احنا اتكلمنا بس على مباراه الوداد وجالاكسي اللي انتهت بخساره الوداد في كازابلانكا على ملعبه نتيجه 1-0. ممكن لا المجموعه اللي قبلها هي دي ايه؟ اما علي بالظبط كده. لا دي دي سان داونز اللي قبلها كانت الوداد. هي بي الوداد. هي بي الوداد. يبقى المجموعه بي، معلش عندي انا. هو يمكن الوداد هو اخر مركز رابع. طبعا طبعا احنا هنا عندنا الوداد وسيمبا. سيمبا كان تعادل الاثنين ثالث ورابع. يعني كان تعادل يعني قبل ما تبدا الجوله الاولى الترشيحات او التوقعات تقول لك ان سيمبا الوداد وسيمبا اول وثاني. لكن بتخلص المجموعه لانه جالاكسي واعتقد ده اسك ميموزا مركز اول وثاني، وبعد كده طبعا سيمبا والوداد. مباراه اسك وسيمبا كان فيها برضو كابتن محمد معروف كان هو حكم المباراه، برضه حسب ضربه جزاء يعني ليس لها اي علاقه بالمنطق بمناسبه ضربات الجزاء اللي بتحسب من الحكام المصريين بره. بس خلينا نقول يعني نكون كلنا التحكيم المصري بخير، ساب بصمته في بطوله افريقيا. خلينا نقول ان التحكيم المصري بخير والله، كل التوفيق لحكامنا نتمنى الحقيقه. بس ده مش هيحصل لما يعني المستوى هنا عندنا يعلى، وبالتالي ده يترجم في بطوله افريقيا. جروب ايه؟ نروح لنادر في جروب ايه او المجموعه الاولى. هنلاقي سان داونز طبعا، وعندنا من مصر فيها بيراميدز وفريق مازيمبي. مباراه بيراميدز ومازيمبي اللي كانت موجوده اللي كانت بتتلعب في مصر مجموعه صعبه كانت برضو مهمه يعني. جدا على فريق بيراميدز اللي يعتبر ما عندوش الخبرات الكبيره في دوري ابطال افريقيا او المشاركه في بطوله دوري ابطال افريقيا، ان هو يخش مع فرقتين من الفرق اللي ليها باع كبير في افريقيا، منهم فرقه كانت مسيطره قبل كده، فرقه دلوقتي هي ثاني اكتر فريق محقق دوري ابطال افريقيا وبعد الاهلي فرقه مازيمبي، فريق سان داونز بطل الدوري الافريقي. مجموعه صعبه طبعا، انه هيسيبوا الموريتاني بره. لا مش بره يعني، ما اعتقدش ان هو هيكون في يعني حد. مين الاقرب من وجهه نظرك من الثلاثه؟ اعتقد بنسخه مازيمبي اللي هي اخر بتاعت اخر ثلاث سنين، بيراميدز عنده الفرصه ان هو يتاهل مع سان داونز. متفق حماده؟ انا متفق جدا مع الكلام ده. تعالوا نشوف ارقام الاهلي بقى وقرايه اللي بين السطور، يعني مش بس قصه المواجهات والترتيب، لكن تعالوا نشوف ارقام الفعاليه سواء في طريقه بناء الهجمات او في الاكثر خطوره وتهديدا للمرمى. بس اسمحوا لنا قبل ما نكمل كلامنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. هختم جولتنا في دوري ابطال افريقيا بمجموعه من الارقام والاحصائيات اللي بتترجم او بتدي مؤشر على القوه والفعاليه في على المستوى الفني. نروح لحماده ونبدا بقائمه الاكثر استحواذا. يمكن قائمه الاكثر الوداد طبعا. الوداد طبعا بنسبه 80 بس بدون فعاليه. بس بدون فعاليه فعلا. وده كان واضح جدا من ناحيه الارقام. رقم 2 استحواذ 80%
ودي اعلى نسبه استحواذ في كل مباريات الجوله الاولى، ورغم كده فشل في انه يترجم بالسيطره دي. ده دليل ان الاستحواذ مش كل حاجه لو ما كانش في فعاليه، وده دليل ان الاستحواذ مش كل حاجه وان السحر كل حاجه. رقم 2 طبعا هو الاهلي بنسبه 73%، على فكره ده رقم برده استثنائي، رقم كبير جدا في خاصه انت بتلعب في دوري ابطال افريقيا. رقم 3 سان داونز 65%، دي الفلسفه والهويه والايديولوجي وكل حاجه. بيترو اتلتيكو برضو زي ما كنا بنتكلم برضو قبل الفاصل، عندهم برضو نفس الهويه فكره الاستحواذ. وعندك بيراميدز ويانج افريكانز، يانج افريكانز رقم 6، ده صحيح يقول حاجه مهمه جدا ان الماتش بتاع النادي الاهلي ان هو هيقابل فريق بيلعب كوره، عندها كوره بتلعب كوره. صحيح. الحاجه اللي بعدها يمكن طيب نروح لنادر، التصويب على المرمى، معدل تصويبات الفرق المشاركه في الجوله الاولى على المرمى، ونشوف ترتيب الفرق مع نادر. يعني الاهلي بيتصدر ب 11 محاوله الاون تارجت اللي جوه الثلاث خشبات، وده شفناه طبعا ده يعني ده بخلاف كمان الكورتين بتوع العرض مش بيتحسب اون تارجت اللي كانت بتاعه امام عاشور وبتاعه كهربا. دي من ضمن الفرصه اللي بروحين بيقول عليها فرصه بروحين. بالظبط، هي ما تتحسبش اون تارجت لكن كمان تتحسب خطوره الاهلي. وطبعا شفنا المباراه فريق الوداد، يعني زي ما اتكلمنا برده في موضوع الاستحواذ، هي فكره ان 9 محاولات بس يعني بنسبه 0%، ايوه عدد الفرص ان هي تترجم لاهداف، وده يدل على ان الوداد كان بيعاني. هي ارقام بتوريك القدره على الصناعه او القدره على الوصول. بالزبط. ومستوى الفعاليه. بالظبط، طبعا القدره على الصناعه مهمه جدا، وده دور مرتبط بتكتيك وفكر المدرب. لكن كمان قصه الترجمه بتاعه صناعه الخطوره دي ازاي تقدر بالزبط. تنجح فيها، دي قصه ثانيه طبعا. دي حقيقه. بيجي في المركز الثالث طبعا فريق سان داونز، فريق كان بيلعب مباراته ده امام الفريق الموريتاني. هنا سان داونز على مستوى الفعاليه هو الافضل. بالظبط، يعني وصل بست تصويبات لكن نسبه الفعاليه بتاعته 37%، فهنا الترجمه بتاعه صناعه الفرص الخطيره دي في سان داونز فعاليه، مستوى الفعاليه عالي جدا. دي حقيقه. وبيجي في المركز الرابع فريق الترجي. انت لو وصلت المستوى الفعاليه دي في 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 جالكسي، في طبعا جالكسي 100% طبعا. والاسبيرانس طبعا ترجي الترجي التونسي. بالظبط نفس الكلام برضو، يعني 10% من 5 محاولات على المرمى. وبيأتي في المركز الاخير فريق سيمبا، سيمبا تنزانيا، وده برضو رقم كويس لسيمبا، يعني انت بتتكلم في حوالي معدل 10% ومن 4 فرص وصل بيهم. وبعيدا عن النتائج تقدر تقول انه القائمه دي تحديدا بتضم اهم الفرق اللي ممكن يكون ليها نصيب في الصعود. دي حقيقه. طيب نروح لصناعه الفرص. صناعه الفرص انا يهمني قوي او اهتمينا قوي بواحده من القوائم تكون فيها صناعه الفرص، لانه الاسم الاول فيها يهمني يعني بيترجم اللي انا قلته اليومين اللي فاتوا. الحقيقه كلام مهم جدا لازم يروح برضه في الحته اللي انت بتتكلم فيها، فكره صناعه الفرص، لان بيوضح الجوانب اللي بيشتغل عليها المدير الفني. يمكن رقم 1 في الدور الاول في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا هو كريم فؤاد. أيوة. عامل 5 فرص رغم ان كريم ما لعبش 90 دقيقه، ولكن بينوم ان كريم فعلا كان مؤثر جدا في الماتش. ويمكن بعد الماتش انا كنت كتبت وقلت ان كريم كان من اهم اللعيبه اللي موجوده في الملعب، وكنت مبسوط جدا ان كريم بدا ان هو يستعيد جزء من فورمته اللي نهى عليها قبل طبعا الاصابه. مظبوط. فكريم لاعب مؤثر جدا، وعندك ناحيه الباك رايت كانت شغاله بشكل كويس جدا. رقم 2 اسامه عبيد برضو عامل 5 فرص. حسين الشحات اللي سجل طبعا الهدف. اسامه عبيد نجم الساحلي. نجم الساحلي حسين الشحات عنده طبعا 4 فرص صنعهم في الماتش. عندك زوزوا اما 2 يعني 2 من اجنحه النادي الاهلي يصنعوا في خلال 90 دقيقه 9 فرص، ده ياكد لك انه الفكره في 2 كمان موجودين في القائمه، مش بس هم مش موجودين في افضل 5 لان احنا مختصرين القائمه. في كريم الدبيس عامل 3 فرص، في امام عاشور عامل 3 فرص واسيست. يعني برضو الكل شغال، يعني الكل المفاتيح اللي عندك كتيرة. شغال متنوعه شغاله ومتنوعه. انا عايز كمان ان الكهرباء صنع فرصتين، يعني انت عندك يعتبر كل المراكز عندك كلها بتصنع على بعض وكلها بتشتغل بعض. عشان كده احنا كنا بنتكلم ان المجموعه كلها بدات ان هي تستعيد ذاكره الاداء الجيد اللي كنا بنشوفه الفتره اللي فاتت. وده كان مطلوب دلوقتي في التوقيت ده، لانه ال 30 يوم اللي جايين ما فيهمش رحمه. دي حقيقة. صحيح. هو التوقف الدولي كان جاي في توقيته بالنسبه لنا، يعني استفاد منه مارسيل كولر بشكل انا شايف ده، انا شايف ده جدا.
طيب نروح لاخر قائمه معانا ونختم بيها الشامبيونز ليج الكرات الطوليه. يمكن يمكن انا عندي خلاص مع النادي. لا لا هنلاقي ان حمزه جلاسي لاعب النجم الساحلي رغم خساره النجم الساحلي بهدفين ولكن هو المتفوق من خلال 10 كرات بنسبه 50%. احنا هنا بنتكلم على عدد الكرات الطوليه ونسبه الدقه او نسبه النجاح في تنفيذ الكرات الطوليه دي. بالظبط. حمزه بيتفوق على عبد المنعم رغم ان عبد المنعم فعاليته اكتر، ان عبد المنعم من 9 كرات قدر ان بنسبه نجاح او بنسبه تمريرات صحيحه طوليه 81.8 يعني 82%. وده لعيب مدافع مش لاعب صانع العاب. هنا الكلام اللي بيتقال على فكره دور خط النص دور خط الظهر في بناء الهجمه وانه يكون ليه ادوار في المسانده الهجوميه بيترجم في ارقام عبد المنعم بشكل كبير. وياسر زي ما انت قلت من شويه دي حقيقه وعبد المنعم بيبقى عنده ميزه دايما مش شايفها في اي مدافع مصري وان لم يكن يعني اي مدافع افريقي بامكانيات عبد المنعم، ان في الوقت اللي بتلغي فيه مراحل التحضير عبد المنعم بيقدر يضرب لك اكتر من خط بتمريره مش ريسكيه. عبد المنعم عنده الثقه الكامله تماما ان هو يقدر يعني الكره وهي في رجله هيعرف يوصلها لبيرسي تاو في وسط 3 4 لعيبه هتعرف توصل له الكره. خد بالك انه منعم كان مهاجم بالظبط كده يعني بداياته مهاجم فسنس يعني دايما كوير. دايما بيور المدافع والمركز بتاع المساك ده يبقى ليه بروفايل كده الكره فيه دايما تبقى قليله يعني بالزبط. ما بتحسش ان كورته عاليه، لكن لما يكون لعيب جاي لك من مركز او بداياته مركز، وده طبعا يحسب للعين الخبيره اللي اختارت او شافت في عبد المنعم امكانيات المدافع. ودايما احنا بنتكلم في فكره التوظيف دي واحده من المشكلات اللي عندنا. لعيبه كتير جدا جدا كان ممكن اعاده توظيفها في اماكن تانية يطلع منها قدرات كبيره جدا وتوظيفها ده ظلمها، ومنهم لعيبه ممكن تبقى موجوده في الملعب النهارده لو تم تغيير مراكزها في الملعب تلاقيها بتطلع كواليتي مختلفة تمام. كنت عايز اشرح حاجة بس بخصوص الأرقام دي عشان فيها حتة كده لازم تتوضح. يعني هي القائمة دي معتمدة على عدد التمريرات الصحيحة مهما كان عدد التمريرات الغلط. يعني احنا لو حمزة الجلاسي ده هو عامل 10 تمريرات طولية صحيحة من 20 محمد عبد المنعم نسبة 81% هو عامل 9 من أصل 11 تمريرة طولية. ياسر إبراهيم مش موجود في القائمة دي لأن أنا كنت اتكلمت معاك في الحتة دي لأنه عامل 6 من 6 فهو بالنسبة لهم الرقم مش كتير، بس هو النسبة المئوية بتاع ياسر إبراهيم 100%. فده بيدل إن الاثنين بتوع النادي الأهلي ساعدوا الفرقة في الشكل الهجومي. خط الظهر عندك هو أول مرحلة ليك في الناحية الهجومية. طيب. بتتكلم على ياسر ومنعم. خليني أقول بس أنا ليه بصيت على الجولة الأولى إجمالا وليه شفت أرقام لاعيبة النادي الأهلي عشان أأكد على فكرة معينة. هي فكرة إنك مش بس تخطيت ميدياما وحققت مكسب في أول جولات، لكن كمان مستوى الأهلي وأرقام الأهلي في المباراة دي بتعكس تطور في المستوى عما قبل فترة التوقف على كل المستويات سواء في صناعة الفرص أو في بنى الهجمة أو في مفاتيح اللعب أو مصادر الخطورة في الفريق اللي كانت متنوعة ومؤثرة بشكل كبير. ومن ده نروح لسموحة بكرة نادر. تمام. المنتظر في مباراة سموحة وخصوصا انها جاية في ان بتوين زي ما بيقولوا او بين مواجهتين على مستوى دوري الابطال، ايه الاهداف اللي الاهلي بيسعى لتحقيقها بكرة؟ بعيدا دايما السؤال بعيدا عن فكرة الثلاث نقاط، ايه اللي مستني تشوفه من مارسيل كولر؟ ايه الاوراق اللي بترشحها للمشاركة في مواجهة بكرة؟ انا شايف ان اللعيبه اللي اثبتت وجودها زي كريم فؤاد وزي كريم الدبيس، ولان كريم الدبيس قول يعني حافظ مركزه لحد حتى لو علي معلول بكره جاهز ما اعتقدش انها فرصه لتجهيزه. اعتقد ان بشكل ان هو يلعب يشارك اساسي ممكن تكون فيها ريسك شويه ان علي اول ما يرجع يشارك اساسي خلينا ندي كريم شويه وبعد كده يبدا يشوف علي في الشوط الثاني يجهزه لمباراه يانج افريكانز. ايوه ده يكون ده افضل بالنسبه لي. يعني لو مارسيل كولر عمله. على الجانب الاخر خط الدفاع اتمنى ان نفس السكواد نفس الرباع اللي كان موجود في السكواد المره اللي فاتت، بس ان اكرم توفيق يشارك اساسي عشان اكرم توفيق انا عارف ان مارسيل كولر عنده حسابات مختلفه تماما عندنا لسبب اساسي وهو فكره الحمل البدني اللي عند اللعيبه، وده شفناه في كريم فؤاد. مارسيل كولر يفكر زي ما هو عايز، هو في النهايه صاحب القرار وهو اللي بيتحمل المسؤوليه. فبالتالي هو من وجهه نظره وهو كمان الاقرب. احنا لما بنيجي نختار تشكيله او بنرشح
احنا مش شايفين اللعيبه دي في الملعب، مش شايفين مستواها في التدريب عامل ازاي، مش عارفين الجهاز الطبي مقيم حالتهم، مدرب الاحمال قايل ممكن ياخد قد ايه ويشارك قد ايه، كل دي معلومات بتشارك في صناعه القرار عند مارسيل كولر. لكن احنا لما بنقول هي مجرد اراء قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ. يعني دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، ان مشاركه كريم فؤاد الماتش اللي فات وخروجه بعد 10 دقائق او بعد ربع ساعه من بدايه الشوط الثاني، ده كان يدل على ان كريم فؤاد مش فت 100% بدنيا. انه نفس اللي حصل في مباراتين سان داونز اللي كانت هناك واللي كانت هنا، شفنا رضا سليم بيلعب المباراه الاولى، المباراه الثانيه رضا سليم كان قاعد احتياطي وحسين شحات ما شاركش المباراه الاولى بالكامل وكان مشارك اساسي في المباراه الثانيه. في معدلات بدنيه وفي حاجات ثانيه بتبقى تخص المدير الفني ملهاش اي علاقه باللي احنا بنكون بنتمناه. لكن اتمنى ان نخرج من المباراه بدون اصابات، ده اي حاجه. خد بالك يعني في نقطه مهمه وعايز اسمع رايكم انتوا الاثنين فيها. النقطه دي انت بتلعب الماتشات دي وهدفك الاساسي الثلاث نقاط، سواء ماتشات دوري الابطال او سواء ماتشات الدوري المحلي، لكن في النهايه انت عندك سكواد رايح بيه لاقوى مستوى منافسه. بالظبط. شوف احنا بطوله افريقيا وبنتكلم على سان داونز وبنتكلم على الترجي وبنتكلم على الوداد، لكن انت رايح لمستوى كمان 30 اقل من 30 يوم، كمان 20 يوم رايح لمستوى منافسه قوي جدا، عندك طموح انك تروح فيه لبعيد، في اوراق كتير جدا عندك غايبه ممكن تحتاجها. بالزبط. على مستوى الخبره او على المستوى الفني زي السولية، زي متولي، زي ندفت. كريم ندفت، زي علي معلول غايب بقى له فتره، زي اكرم توفيق رجلي صحيح رجع من الاصابه وشارك وقدم مستوى كويس لكن رجع برده مره ثانيه يبعد، زي محمود متولي. فهل دول داخلين في الحسابات؟ هل فكره انك انت تفنش بدري فبالتالي يبقى عندك الاريحيه والمساحه انك انت تدخل اللعيبه دي في الملعب، تاخد ربع ساعه، تاخد ثلث ساعه ماتش في الثاني عشان لو احتجتهم تلاقيهم جاهزين؟ ده بالتاكيد وارد. اكيد اكيد. هو في الاول وفي الاخر بيفكر اللي ما هو اللي انت السنه اللي فاتت او اللي قبلها كمان، انت لما كنت تيجي تلعب بطوله كاس عالم الانديه كان بيبقى بعد ميركاتو يناير. لكن القائمه اللي معاك دلوقتي هي دي اللي هتلعب بيها البطوله. ما عندكش اي اوبشن انك انت ان في لعيب جديد يخش عليها. فالصفقة الجديدة بالنسبة لك هي صفقة اللعيب اللي راجع من الإصابة، زي ما فعلا شناوي قال، محمود متولي، عمرو السولية، أكرم توفيق، لأن أكرم توفيق كمان ما شاركش في المباراة بتاعت في البطولة بتاعت السنة اللي فاتت عشان كان مصاب. كريم فؤاد نفس الحال برضو. فأعتقد إن اللعيبة اللي موجودة حاليا في مباراة المباريات بتاعت الدوري، مباريات دوري أبطال أفريقيا، هي خير إعداد لبطولة كأس العالم للأندية، وإعداد اللعيبة بدنيا وفنيا ده رقم واحد بالنسبة لي. حماد، طيب هو قدر الأهلي إنه دايما ما بيلعبش على هدف واحد، هو دايما بيكون عنده هدف قصير المدى وهدف طويل المدى. هدف قصير المدى هو المكسب في الماتش نفسه، حتى لو كان دوري أبطال، حتى لو كان دوري ممتاز، أيا كان أنت لازم تكسب عشان تحقق الثلاث نقاط او اي دور. وبيبقى عندك هدف طويل المدى زي تحضير لبطوله ما، تحضير لدور ما في دور الدوري الابطال افريقيا. احنا السنه دي او الاهلي بدا السنه دي احنا عندنا الهدف الاساسي بتاعنا هو كاس العالم، بنجهز كل اللعيبه عشان كاس العالم. بس ده لا يمنع ان انت لازم تكسب في دوري الابطال، لازم تكسب في الدوري عشان تبقى مرتاح وانت غايب عن دوري او كاس العالم للانديه. انت محتاج تكسب او على الاقل اول ثلاث ماتشات في بطوله دوري ابطال افريقيا عشان ترتاح، لان انت هتنضغط كتير، عندك لعيبه دوليه، عندك انت كمان عدد ماتشات كتير جدا، فهتاجلك حاجات كتير. الدوري المصري انا شايف ان سبب اساسي من ان احنا كسبنا الدوري ودوري ابطال افريقيا، وسبب اساسي من ان احنا خسرنا الدوري في السنتين اللي قبل السنه اللي فاتت دي، هو فكره عدم الروتيشن السليم، وان انت كنت بتتعثر كتير. ولكن الاستقرار في المكسب حتى بيديلك ككوتش اريحيه كبيره ان انت تعرف تعمل روتيشن بقلب جامد. فدي المبدا. طيب انا هقفل الاهلي، بس ليه رساله للاعيبه الاهلي كلها، اللي بتشارك واللي ما بتشاركش، اللي رجع من الاصابه، اللي ما زالت في مرحله اصابه وان شاء الله ربنا يعني يرجعهم بالسلامه قريب. الماتشات اللي جايه دي فرصه كبيره جدا على الكل ان هو يشتغل على نفسه ويستغلها افضل استغلال، سواء كنت هتاخد هتشارك اساسي او هتكون على الدكه، هتاخد خمس دقائق او هتاخد نص ساعه، الفرصه اللي تجيلك اغتنمها، لانها ان شاء الله باذن الله تاهلك لانك تكون موجود في الصوره في بطوله كاس العالم. وباذن الله انا ثقتي كبيره جدا في سكواد الاهلي السنه دي، حتى في غياب يعني رضا طبعا واحد من الاوراق اللي كان نفسي جدا جدا يكون موجود معانا في كاس العالم، محدش عارف الامور فيها ايه. داوي كريستو بعيد طبعا، مودست مش عارف قصته، نستنى لما يظهر معانا ونتمنى انه ان شاء الله مع كاس العالم يكون اضافه لينا. نروح لسموحه واخد معاك بس واحنا كده، عشان احنا بقالنا يعني من ساعه ماتش الجونه والتعادل الاهلي الاخير بعيد عن الدوري شويه، تعال نبص على جدول الترتيب كده ونشوف الاهلي فين وسموحه فين
ونبص شويه على سموحه النسخه اللي هتظهر احمد سامي صح؟ احمد سامي احمد سامي النسخه اللي هتظهر مع الاهلي بكره نشوف جدول الترتيب مع نادر. يعني المركز الاول الاهلي رغم ان الفريق لعب خمس مباريات الاهلي والبلديه بس هم الفرقتين الوحيدتين في الدوري اللي لعبوا خمس ماتشات، كل الفرق لعبت ست مباريات وما زال الاهلي في صداره جدول الترتيب. في صداره الجدول بالتساوي يعني نقاط متساويه مع بيراميدز، ولكن طبعا فريق الاهداف لمصالح النادي الاهلي. مودرن فيوتشر في المركز الثالث، زد مقدم موسم كبير جدا من بدايه السيزون، ما خسرش ولا ماتش من بدايه السيزون. زاد جاي لنا قريب. زد قريب يعني برضو زد كابتن مجدي عبد العاطي. كابتن مجدي عبد العاطي عامل شغل كويس مع زد بصراحه. بالظبط. وفي المركز الخامس الاتحاد السكندري، فريق انبي في المركز السادس مقدم مباريات كبيره السنه دي وعدد كبير من اللعيبه الشباب اللي كالعاده انبي بيبهرنا بيهم. في المركز السابع تامر مصطفى المدير الفني. في المركز السابع طلع الجيش بقياده كابتن عبد الحميد بسيوني. وفي المركز الثامن فريق الجونه اللي قدر ان هو يحقق نقطه مهمه جدا امام الاهلي في المباراه اللي فاتت. طبعا خطف مننا نقطه دي حقيقه. وفي المركز التاسع طبعا المصري، وده يعني موسم غريب للمصري السنه دي. المركز العاشر فريق الزمالك بين ست مباريات، ثمان نقط منها خسارتين في اخر المصري مبارتين. على الرغم من واحد يعني اتوصف كده في اول السنه اول السيزون قبل ما يبدا انه اقوى ميركاتو في تاريخ المصري ده في كل الانديه المصريه السنه دي. بالظبط. عملوا ميركاتو كبير جدا وتعاقدوا مع لعيبه كتير، المصري والبنك الاهلي، ده اللي كان بالنسبه لي غريب. المصري استقبلوا عدد اهداف كتير. دول اشتروا اعتقد باهر محمدي، يعني اشتروا باهر محمدي صفقه كابتن كبيره جدا طبعا. بالظبط. ورغم كده خط دفاعهم شال سكورات كبيره. دي حقيقه. في ماتش اول مباراه 4-0 من الاهلي اصلا، 4-0 مع الرقفه، يعني كان ممكن الاهلي يكسب اكتر من كده. صحيح. زمالك في المركز العاشر بلديه المحله، خمس مباريات محقق ثمان نقط مع احمد عبد الرؤوف مقدم بالمناسبه اكبر جدا. فوز او اول فوز حققه البنك الاهلي كان على المصري برده بسكور كبير 4-0. بالظبط. المصري الامور مش مستقره داخل النادي كمان بعد مشكله مروان حمدي مع الجماهير، معروض للبيع. معروض للبيع بشكل رسمي. سموحه في المركز ال 12، سيراميكا في المركز ال 13. ايه رايك في مروان يا نادر؟ مروان حمدي مهاجم جيد. لكن جيد للمصري وللاتحاد وللسموحه. نادر. لا انا شايف ان هو مهاجم كويس بس برضه بالنسبه للمصري بس ما ينفعش على الزمالك. تمام. سموحه مركز 12. سموحه المركز ال 12. مركز ما تعودناش على سموحه فيه. لا. وبدايه السيزون لسموحه يعني كان انا لما اتفرجت على مباراه الزمالك خسروا اعتقد هيفي سكور من الزمالك، خسروا خمسه او سته. ففي مباراه انا يعني يمكن دي المباراه اللي اتفرجت عليها لسموحه كامله، لا الفريق كان غايب تماما عن الفريق اللي احنا نعرفه، رغم ان وجود عدد كبير من اللعيبه اللي عندها الخبرات الكبيره في الدوري والامكانيات الكبيره. خليني اقول بس انه في العلامات الالوان بتقول انه هي ترتيبها معكوس شويه، هي اخر ثلاث دول اخر خمس ماتشات. تمام. الماتش الرابع والخامس حقق فيهم دول كان اخر فوز لسموحه، اخر ثلاث ماتشات هزيمتين وتعادل. فهو يعتبر سموحه جاي للاهلي عايز يعوض اللي فات، لان هي البدايه قد تكون الأسوأ بالنسبه لسموحه على مدار السنين الكتير اللي كان موجود فيها في الدوري. لما تتكلم على ست ماتشات هو كسبان ماتشين، خسران ماتشين، متعادل ماتشين، سجل اقل ما استقبل، سجل سبع اهداف استقبل تسع اهداف، حتى كمان السبعه كان منهم جونين ضربات جزاء. فاعتقد ان الارقام بتؤشر الى ان سموحه مش هو سموحه السنه. طب تعالى نشوف ارقام لعبته كده، يعني مين مفاتيح لعبه ومين ايه طريقته او التكتيك المنتظر بكره. طبعا يعني اكيد مع تراجع المستوى بالشكل ده انتظر جيم دفاعي، ما اعتقدش ان سموحه ممكن بكره يغامر بجيم مفتوح. تعالى نشوف الارقام مع شناوي ونشوف ارقام الدريبلرز اللعيبه اللي عندهم الاكثر. يمكن كلاوا ده نسبه، ده اكتر لاعب عمل مراوغات صحيحه، النسبه طبعا واضحه 8. ده متوسط في المباراه الواحده، مش مكمل مراوغه، ده حقيقه يعني. أيوة. وطبعا حسين فيصل ده من احد اللعيبه الماهره اللي احنا بنقول عليها في الدوري المصري، برضه مش مكمل 7/10. محمود وحيد باك ليفت النادي الاهلي السابق برضه 7/10. مصطفى البدري لاعب الاهلي السابق برضه، يعني على فكره في منهم لعيبه، يعني مصطفى البدري وحسين فيصل لعيبه مهاريه جدا. دي حقيقه. رغم كده ده الكلام اللي انا كنت اتكلمته ان لعيبه سموحه على المستوى الفردي كل واحد فيهم لعيب كويس. يعني على المستوى الجماعي، على المستوى الجماعي لا هو في مشكله واضحه كبيره، ويمكن تكون هي السبب الاساسي في ان الشكل الجماعي لفرقه سموحه يكون وحش. لان كل ما بيكتر عدد اللعيبه المهاريه
الحريفة في الملعب كل ما يقل التزامهم التكتيكي. دي قاعده معروفه جدا في كره القدم ان اللاعب الحريف ده ما تاخدش منه تكتيك. هو دايما عايز الكره في رجله، عايز يرقص، عايز هو اللي يلين، هو يرقص وانا اتفرج عليه. هو يرقص وانا اتفرج عليه، هو عايز كده فعلا. دي حقيقه. فاللعيبه كده ما تستنكرش ان هم متعه فاكهه كره القدم. ده حقيقه. يمكن انا من الحاجات اللي مزعلاني برضو من في التطور التكتيكي اللي حصل ده ان هو قلل الفواكه اللي موجوده. زمان كنت تلاقي عدد لعيب كبير قوي في كل فرقه، في لعيب تقعد تتفرج عليه. كان في اكتر من لاعب كمان، يعني اللعيبه البرازيليين كانوا منتشرين في العالم بسبب الحته دي. وطبعا لعيبه فرنسا، شوف زيدان مثلا، ريكيلمي، باجيو، كل الناس دي كانت تحب تتفرج عليها وممكن تقطع لهم تذكره وتسافر لهم من بلد لبلد عشان تروح بس تتفرج عليها. صحيح. انما دلوقتي لا، الوضع مختلف. يعني انت لما تجمع كليب مثلا مكينة لرونالدينيو او لزين الدين زيدان او لإريك كانتونا او اللعيبه دي، تقعد تتفرج مثلا على نص ساعه كده تجميعات ليهم، هتاخد كوره ما بتاخدهاش في السيزون كله دلوقتي. ده حتى بما فيهم يعني ايرلينج هالاند هداف خطير، بس كوره بالنسبه لي انا ما فيش كوره. كارلو انشيلوتي، كارلو انشيلوتي السنه دي كان في مؤتمر صحفي قبل المؤتمر، وكان في عدد كبير من الناس هجمته بسبب تصريحاته، انه كان بيقول ساعتها ان اللعيب بالنسبه لي، اللعيب المهاري اللي زي فينيسيوس او رودريجو، مش بديله تعليمات الكوره في رجله، ده والكوره في رجله انا بسيبه يعمل اللي هو عايزه. الناس هجمت كارلو انشيلوتي وقالت ان دي ده اسلوب كارلو انشيلوتي مع اللعيبه كلها. ولكن لو بصينا لها من ناحيه ثانيه، هو فعلا لو بيديله تعليمات زي ما مشيناه وقال، لو لفينيسيوس ورودريجو اثنين من امهر اللعيبه اللي موجودين في العالم دلوقتي، لو اديت له تعليمات وايدته بمراكز بادوار تكتيكيه، مش هتاخد منه الانتاج دي خالص. صح. عشان كده يمكن كارلو انشيلوتي هو المدرب المفضل بالنسبه للبرازيل، لان اللاعب البرازيلي برضه ما يفضلش. في كلام النهارده ان مورينيو عرض نفسه على منتخب البرازيل. لا، هو برضه حتى لو مورينيو عرض نفسه، فبرضه كارلو انشيلوتي هو مفضل بالنسبه له. نروح نشوف الاكثر صناعه في سموحه. خدتوني الانشيلوتي ومورينيو وبعد كده رجعتوني في الدوري. يلا ماشي. الاكثر صناعه هو في سموحه نادر. الاكثر صناعه كان محمود وحيد بتسع فرص بنسبه 90 دقيقه في 90 دقيقه الواحده، يعني فرصه ونص في المباراه الواحده. معدل فرصه ونص في المباراه، ده اعلى معدل عنده ده في ال 90 دقيقة يعني. أيوة. في المباراة الواحدة مصطفى البدري بيأتي في المركز الثاني بأربع فرص، برضو على حسب الماتشات اللي لعبها، ففي ال 90 دقيقة بفرصة واثنين من عشرة. مصطفى البدري الحقيقة واحد كان من أمهر اللعيبة اللي كانت في الإنتاج الحربي، والأهلي تعاقد معاه على هذا الأساس. والاثنين ناحية الشمال، والاثنين في نفس الناحية، بدري الاثنين بيلعبوا ناحية الشمال. بالزبط. الجبهة الأكثر خطورة تعتبرها في أعتقد بنسبة كبيرة. يعني كل التوفيق لرجالتنا بكره. مقدمه المباراه، مباراه صعبه جدا جدا يوم السبت ان شاء الله في تنزانيا. تركيزنا في الدوري، نحسم مواجهه سموحه، نطمن على لاعبتنا. اتمنى انه في دماء جديده او وجوه جديده تكون راجعه بعد غياب، تظهر في مباراه بكره، تاخد فرصه حتى لو على سبيل المشاركه لوقت معين، بحيث ان هم يتجهزوا للي جاي بعد كده، لانه اللي جاي بعد كده بالتاكيد هو الاصعب الموسم ده. كان نفسي اعدي معاكم على دوري الابطال، بس معلش نخليها للجوله اللي جايه. بشكر حماد الشناوي وبشكر نادر شبانه، شرفتونا ونورتونا في السادسه. وحلقه الاربع ان شاء الله هعدي بقى تغطيه كامله لمباراه الاهلي وسموحه، وبالتاكيد ماتش الاهلي ويانج افريكانز في تنزانيا هيكون حاضر معانا، لكن هيكون لينا وقفه كبيره جدا مع دوري ابطال اوروبا في حلقه الاربع اللي جاي من السادسه. بشكركم، تحياتي لكم.